وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم. بعد هذه الأهوال كلها فيه الصراط، الصراط منصوب على متن جهنم، على متن. والصراط هو الطريق، وهو ما يسمى بالقنطرة، يسمى بالقنطرة، تعرفون القنطرة أنتم اللي تمد على وادي ولا على جبال ولا قنطرة، يمد هذه القنطرة على النار، على متن جهنم، على وسط جهنم. يمر الخلائق كلهم على هذا الصراط، أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، تجريبهم أعمالهم فوق الصراط.